هل تندلع حرب مياه بسبب سد النهضة الإثيوبي؟ ننشر التفاصيل واعتقالات وقطع للإنترنت عاجل. ماذا يحدث في السودان وتفاصيل الانقلاب؟ وبعد انتصار الجيش السوداني على المكون الخائن في السودان، الجيش المصري والسوداني مستمرون في حارس الجنوب. ننشر التفاصيل وعاجل. الرئيس السيسي يتحدث عن الحروب الجديدة ويوجه رسالة للشعب المصري وعاجل. أول تعليق من رونالدو بعد الخسارة المذلة من صلاح وزملائه وعاجل. تفاصيل العثور على المصريين المختفين في ليبيا. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار وعشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. والرئيس السيسي يحذر، هل تبدأ حرب مياه بسبب سد النهضة الإثيوبي؟ و يختصر الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من أزمة سد النهضة بأنها تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة بشأنه، ويكرر التحذيرات من حرب مياه تلوح بالأفق مع دولة المنبع إثيوبيا. فالخلافات كبيرة بين أقطاب الأزمة عواصم بلدان الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، التي فرضت الملء الثاني منذ أشهر كأمر واقع أمام المجتمع الدولي من جهة أخرى، مع حديث مصر على الطرف الآخر على أنها أكثر الدول جفافا في العالم. فهل كلام الرئيس هو تهديد؟ وما هي خيارات مصر وإثيوبيا للتعامل مع الموضوع؟ وهل خرجنا من أطر التلويح بالقوى العسكرية؟ هل مصر والسودان قادرة على الحفاظ على المياه للشعبين؟ أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وفي وجهة نظري البسيطة، أعتقد أن مصر قادرة تماما على الحفاظ على حقوقها المائية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. واعتقالات وقطع للإنترنت عاجل، ماذا يحدث في السودان وتفاصيل الانقلاب؟ شهدت السودان تصارع الأحداث بشكل كبير منذ وقت متأخر من مساء الأحد وحتى صباح اليوم. في البداية نقل تلفزيون الحدث نقلا عن مصادر لم يذكرها من داخل السودان أن قوات سودانية ألقت القبض على 4 وزراء وعضو مدني في مجلس السيادة، وعلى الفور حسب مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء بأن قوى عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه. ونقلت فيما بعد وكالة أنباء رويترز أنه تم وضع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله. وعلى الفور أصدر تجمع المهنيين بالسودان بيان يدعو الشعب للخروج للشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري. وفي تصاعد سريع للأحداث، نقل تلفزيون الحدث خبر بشأن محاصرة قوى عسكرية المنزل. رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم تمر ساعات قليلة وأعلنت وسائل إعلام محلية في السودان أن خدمات الإنترنت يبدو أنها انقطعت في العاصمة السودانية الخرطوم. على جانب آخر، قام محتجون بحرق إطارات ويحملون أعلام السودان يتدفقون إلى الشوارع في العاصمة السودانية. وعلى الفور تحركت قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقيدت حركة المدنيين في العاصمة. ونقل فيما بعد تلفزيون الحدث عن إصدار بيان مرتقب لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حول التطورات الأخيرة. وبعد ذلك تم اعتقال أغلبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدد كبير من قيادات الأحزاب المؤيدة للحكومة وعضو بمجلس السيادة السوداني. فيما ذكر تلفزيون العربية ومقر دبي أن مطار الخرطوم أغلق وتم تعليق الرحلات الدولية في ظل تقارير عن انقلاب عسكري، ولم يصدر إعلام من الحكومة السودانية بشأن وضع المطار. وأعلنت وزارة الإعلام السودانية أن رئيس الوزراء السوداني حمدوك في رسالة من مقر إقامته الجبرية طلب من السودانيين التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم. وكانت آخر التطورات التي تمت هو نقل وزارة الإعلام السودانية على صفحتها فيسبوك
إن رئيس الوزراء السوداني تم اقتياده إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب. مصدر معنا كان من صحيفة مصراوي. نتمنى إن شاء الله الخير لدولة السودان الشقيق، ولكن يعني تعليق صغير على ما يحدث في السودان الآن، وهو حسب المعلومات وحسب ما تم من فعل من جانب الحكومة السودانية، المكون المدني السوداني خائن للسودان ولشعب السودان، وذلك حسب يعني التصريحات الصادرة منه خلال الأشهر القليلة الماضية. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبعد انتصار الجيش السوداني على المكون الخائن في السودان الجيش المصري والسوداني مستمرون في حارس الجنوب. أشار المتحدث باسم القوات المصرية إلى استمرار فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب، وأفاد في بيان واصلت عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب واحد، الذي تستمر الفعاليات حتى 29 من أكتوبر الحالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية. وأضاف أن التدريب يأتي في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وأكد أهمية التدريب لما يمثله من بيئة غنية لتبادل الخبرات في مجال تأمين الحدود. وتضمنت الأنشطة التدريبية تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تسهم في توحيد المفاهيم وصقل المهارات بما يعزز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات المتطورة في ذلك المجال. كما شملت الأنشطة التدريبية تنفيذ بيانات عملية للإسعافات الميدانية بما يلائم طبيعة العمل في المناطق الحدودية، وكذلك تنفيذ عدد من الرمايات التي أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة بالتدريب من مهارات وقدرات عالية تؤهلها على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها. وانطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك في 19 من أكتوبر 2021، وينفذ لأول مرة بين جانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الرئيس السيسي يتحدث عن الحروب الجديدة ويوجه رسالة للشعب المصري. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحروب الجديدة مثل حروب الجيل الرابع والخامس غير مبنية على التعامل بالسلاح فقط، لكنها تعتمد على الفهم والوعي. وأضاف الرئيس خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية، مهمة خطيرة جدا إنك تبقى مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته هتبقى في خطر. الوعي علشان تقدر توعي غيرك لازم انت تكون واعي قوي، مش مطلوب منك انك ما تبقاش منتبه لكل شيء وقراءاتك علشان كمان تبقى فاهم كويس وعلشان تقوم بالدور ده على كافة المستويات. وتابع الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على التعامل مش بالسلاح بس، لكن السلاح التاني هو الفهم والوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والوعي الزائف. ووجه الرئيس حديثه لخريجي الكليات العسكرية: بذلنا جهدا معاكم ككلية وقوات مسلحة لكل الخريجين والخريجات، لكن انتم كمان تكملوا تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم بالإضافة إلى تأهيل القوات المسلحة والشرطة. مصدر معنا كان من اليوم السابع. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. أول تعليق من رونالدو بعد الخسارة المذلة من صلاح وزملائه. أعرب رونالدو عن عدم رضاه بخسارة فريقه مانشستر يونايتد المذلة أمام ضيفه ليفربول بخماسية نظيفة في ختام منافسات الجولة 9 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وكتب رونالدو على حسابه في انستغرام: في بعض الأحيان لا نخرج بالنتيجة التي نقاتل من أجلها أو نريدها. وأضاف: هذا الأمر يتوقف علينا فقط، لأنه لا يجب أن يوجه اللوم لأي شخص آخر سوانا، فجماهيرنا كانت متواجدة كما اعتدنا وتآزرنا بشكل مذهل باستمرار. وختم قائلا: هؤلاء المشجعون يستحقون ما هو أفضل من ذلك، والأمر متروك لنا لتقديمه لهم، حان الوقت الآن. وتعرض مانشستر يونايتد لخسارة مذلة في معقله أولد ترافورد بخماسية نظيفة من الغريم ليفربول.
وشهدت الدقيقة 52 إلغاء هدف لرونالدو عندما وصلته كرة طويلة سجلها بطريقة رائعة، لكن تقنية الفيديو فار أكدت وجود حالة تسلل على النجم البرتغالي ليلغي الحكم هدف تقليص الفارق. وتألق نجم ليفربول المصري محمد صلاح بشكل لافت في المباراة بتسجيله 3 أهداف هاتريك في الدقائق 38 والوقت البدل ضايع في الشوط الأول والدقيقة 50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة 5 لزميله الغيني نابي كيتا، وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي دييغو جوتا في الدقيقة 13 من عمر اللقاء. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. نتمنى إن شاء الله يعني النجاح والتوفيق الدائم للنجم المصري محمد صلاح. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل، تفاصيل العثور على المصريين المختفين في ليبيا. أكد مصدر مصري مطلع عن المصريين المختفين في ليبيا منذ أكثر من أسبوعين تم العثور عليهم لدى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، وقال إنه تواصل مع رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية وتم الإفراج عنهم. أشار إلى أن عددهم 18 شخصا دخلوا إلى ليبيا بصورة غير شرعية، وأضاف أن المصريين وصلوا إلى القاهرة يوم أمس، أكد أن جميعهم من سوهاج ومن أبناء الديانة المسيحية. وأعلن عن اختفاء 18 مواطنا مصريا في ليبيا منذ نحو أسبوعين، وجاءت المعلومات بأن جميعهم من محافظة سوهاج وأن معظمهم من قرية عرابة أبو عزيز. مصدر معنا كان من القاهرة 24، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. الحمد لله أن يعني الهجرة غير الشرعية الليبي توصلت إليهم وتم نقلهم إلى مصر القاهرة. أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضركم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبانوب خلفاوي والمسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي، وأشوفكم إن شاء الله فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.